انا البارح مع الربعه ديال العشيه فهمتي انا وديجا التبليغ فيها ديجا التبليغ فيه خرج القرار نهار 14 غشت جو بونس 14 غشت فيري ياك قالتي كان فيري ها هو امر بالعدم خرج نهار تاريخ 14 غشت اللي كان فيري جانا البارح البلاغ مع الربعه ديال العشيه اليوم مع السبعه ونص الصباح صبحوا التراكسات هنا كيريبوا هاد الشيء هذا كنهضروا معاهم ما كاين معاهم من تهضر ما عرفناش شنو غنديروا باقي تقريبا عندها 25 عام 25 سنة هذا المطعم شنو هو وحدة سكنية هو اوتيل هو وحدة سكنية ومطعم وقهوة وفيه بيسي الضرائب ديالو كلشي المسائل ديالو مريكلين كاع المسائل اللي كيبقى للحال هو الديكور ديال كيجيك قرار مع الربعة د العشية في 24 ساعة كيقول لك إلا بغيتي تهدم فهمتي سانو غنهدمو حنا فهمتي الربعة د العشية للسبعة ونص الصباح ما كاملة حتى 12 ساعة هذا كتشوف دخلت التراكس مع السبعة ونص كون جاب الله ما لقاش الطوموبيلات مستاسيونين قدام الباب يقدروا حتى حنا ما غيقولوا لينا والو غيضربوا داكشي وغيدخلوا نيشان فهمتي النتيجة أنت كتشوف فيها كيكون شي واحد خسائر شحال خسائر البيسين هذا فيه بومبا داير أكثر من 25000 درهم ها هو البيسين فيه بومبا سير شوف الباب شومبر فروا سول على شومبر فروا شحال كديرها عندها البيسين راحوا عليها الريب شنو غادي دير لها الشيء دابا بالنسبة لحد الساعة قال لك غيتهدم بيسين هاد السور هذا وهاد البناية هادي كاملة والدخلة الدخلة ديال البيسين بالباب وشومبر فروا وعندنا الناس دابا في الأوتيل فهمتي هنا دابا الناس في لوطيل هنا لوطيل عامر كامل فهمتي الناس كيبغيو يبطلوا البيسين الصباح قلنا لهم ودي راه البيسين سمحوا لينا بزاف فهمتي هنا عرس اليوم هنا عرس كي نورمالمون خصو يدار هنا السيدة كنطلبوا فيها شحال غير باش تسمح لينا وهذا وغنحاولوا نريكيبيريو ليها في بلاصة أخرى عادي راه من ديك الساعة هما كيطلوا في الشراجم فهمتي من ديك الساعة هما كيطلوا في الشراجم الناس ناعسين 8 الصباح كيسمعوا الطراق كيتهز بهم هناك عمرها سي نورمال تشدهم ديك الفزعة غيفيقوا والله ما نعطيك ما نعطيكش راه سي نورمال دونك راه الريستورون قدر غادي توقف مازال ما تخاد القرار دابا في هادشي هذا ما عرفناش شنو غادي نديرو فيه بزاف الناس خدامين هنا بزاف الناس كيسترزقوا من هنا كاينين الناس هنا عازين عائلات ديالهم كاين ناس هنا مجوجين كاين ناس هنا عندهم وليدات والله ما عرفت شنو غنقول لك شوف بالنسبه شنو نقول لك كما كيقول الناس اللي التفادي هادشي بتفادي اورير كامل جامعه ديال اورير معروفه باش راه تخرج غير للزنقه فوق التريطوار يبان لك شحال من واحد خرج فوق التريطوار شحال من واحد دير شحال ديال الحوايج واش فهمتيني انا معاك في شي حاجه قانونيه معاك 100% ولكن باش تجي عندي مع الربعة د العشيه وتجي تريب ليله غد ليه مع السبعه ونص الصباح ما يمكنش فهمتي قول لي غير راه شتي حتى شي واحد الا كيبكي راه غتعطيه واحد المشوار تقول له اودي مسح بيه الدموع ديالك واش فهمتيني اش بغيت نقول لك يمكن تجي مع الربعه د العشيه الصباح 7 ونص الصباح جيت بدا كتريب الناس الخطوات اللي غادي ديروا مستقبلا شنو والله مازال ما عرفنا بالله ضروري غادي تكون شي دعوه في المحكمه ولكن غنحاولوا نشوفوا كيفاش غنديروا